خايف والله. لا بلاش عقو، بلاش عقو، لا لا بلاش عقو، بلاش عقو. ايه يا الله الله، انت شايف حاجه؟ الدنيا كحل. ما هو ده اللي عاجبني. عاجبك فيا غبي؟ والله حلوه قوي الضلمه دي. عايزين نعرف بيت جدك فين. ايه يا جماعه، يا جماعه جد، انا مش مصدقه ان البيت ده جده سابه لنا. اكيد الموضوع فيه حاجه غلط. لا مفيش حاجه غلط والله العظيم، ان شاء الله البيت ده الامل الوحيد لينا، لازم نشوفه ونبيعه وناخد الفلوس. امل ايه ونريت ايه؟ مفيش اي امل، ده احنا بقالنا ساعه ماشي، ده انا جالي تسلقات، ده احنا ما شفناش حتى عيشة فراخ. هنلاقي، هنلاقي والله، ان شاء الله هنلاقي، ان شاء الله. فين طارق؟ طارق، يا طارق، يا طارق، يا طارق. بس 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 يا ابني، انت متخلف انت وهو. تعمل ايه؟ بوري ان انا بشوف نفسي. في ايه؟ انتوا متخلفين، ما تقولوش اسمي خالص. اوعى حد، انت يا ابني ركز معايا انا اللي بتكلم. عايز ايه؟ ما تقولوش اسمي خالص، انا هربان من الحكومه وهربان من الدنيا كلها. ما تقولوش طارق، قولوا اي اسم تاني تمويه غير طارق. من دهلك نقول لك ايه يعني؟ قول يالا يا طارق، قول جزر. جزر دي قديمه يا ابني. اسمع، قولوا اي حاجه، ابوس ايديك، انا هربان من الحكومه كلها. انت بتعمل اللي انت بتعمله ده؟ ايه ده، انتوا متاكدين ان البيت ده بتاعنا؟ ايوه. نعرف بقى، تعال بص عليه. ايه ده؟ ده في بيت اهو. ده هو البيت ده يا جماعه، هو ده. يامّا ايه ده؟ تقريبا في حد بيدخن جوه. كان قديم ملوش صحابه، بدون بدون تهيب عليه جبال تراب، ونقصه باب، وشكله بيجي باكتئاب. لو عشت فيه عشتك لباب، 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 لو عشت فيه هشوف عذاب. انتوا مين؟ انتوا شكلهم شحاتين. انتوا قاعدين هنا ليه؟ يلا بره، انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ مكان قديم وبقى ملكنا، احنا اللي مالناش اي بيت ولا حتى يوم كان عندنا احلام نعيش في اي حته. خد يلا، خد خد، شايل ده بالنص. عليا الطلاق، انا هسيبك. حل يلا، سيبه سيبه، حل يلا. انت متخلف يا ولاد، انت هقتله. ايه ده؟ ده مفكرني ابن ناس. ايه ده؟ ده انا مجرم. ده العيال ضحكوا علينا، قال السيري بي وفلقوا يا ولاد الذين، ده عبقره.
عباكرة ايه ده؟ قاعدين يخرجوا من الاوض زي الصراصير. لا 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 ده كتير قوي، شحاتين كتير. لازم نطردهم كلهم الشحاتين دي وناخد البيت. شفت اللي كلهم دول؟ دي اوضه واحده. يا لهوي، اوضه واحده في القصر ده. لا هنطردهم برضو ان شاء الله. هنطردهم. انا قابلني يا اخويا. يا جماعه انا خايف جدا، انا اصلا هربان من الحكومه فبشك في كل الناس. انا اسف جدا، يعني انتوا مين؟ يا عم احنا اخواتك يا عم. ايه ده انتوا اخواتي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هربان بقالي 20 سنه فما اعرفش حد. بس العنطوز ده مين بس؟ انا اسف كده. العنطوز ده اخو اخويا. انا اسف اخ والله العظيم. معلش معلش ايه بس يا طارق؟ بس بقالي سنين. انا اسف. والجامده دي مين؟ الجامده دي خطيبه العنطوز. معلش انا اسف تاني مره، لان فعلا والله ما عرفت. بنت مين؟ انا اخوك يا عم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأسرة اتفككت كلها يا جدعان. اتفككت؟ أنت ما عرفتش؟ ده أنا أمك ماتت. أمي ماتت؟ أيوة. أمّا يا يمّا، شد الضفاير ضفّريني، لو عايشة يمّا بعد إذنك فطّريني. بجملة الحزن بقى، أبوك رخر مات. أبويا مات؟ آه. أبّايا يبّا، يا يبا الأسرة راحت في داهية. لا حول ولا قوة إلا بالله. بقى واحد بتاع نسوان والتاني فجأة كهرباء. يا ابني نسوان إيه؟ دي خطيبتي. ما أنا آسف جدا يا أخ والله، أنا آسف. طب وأنت إيه اللي خلاك تفتقر وعايز تبيع الزفت البيت ده؟ أنا افتقرت. ده أنا افتقرت فقر الكلاب، افتقرت فقر ما بعده فقر والله العظيم. إزاي يا ابني؟ أنا كنت شغال مصمم أزياء قد الدنيا. أيوة. برنس، عارف فستق هيفاء الأخير؟ إيه؟ أنا اللي صممته. إيه ده بجد؟ آه والله، بس ما كملتوش، هي خدته وهبت على الحفلة. والله العظيم لا قفلت ظهره ولا قدام ولا يمين ولا شمال ولا قفلت حاجه، بقى فستان من غير قماش وهبت. لا شفته بصراحه والله، ده انا قعدت اتفرج عليه طول الليل. شفته؟ هو بتاعك انت؟ لا مش بتاع، انا بتاع هيفاء، انا اللي عامله. انت اللي مصمم؟ انت فعلا. انت اللي مصممه يعني؟ انا اللي مصمم الفستان ده. وبعدين بس وبعدين حصل لك ايه؟ اتشهرت بقى انا على النت وعلى الحاجات، وقعدوا يقولوا الراجل ده مهزق والراجل ده حيوان، والناس شتمتني شتيمه جارحه. طب وبعدين؟ لا حول، احنا لازم بقى نبيع الايه البيت ده دلوقتي حالا، ونمشي العيال دي من هنا عشان اهرب لايطاليا. طبعا هتهرب لايطاليا، ده لازم نروح نهرب العيال دي. يلا العيال ولاد لازم. بقول لك بيعملوا هيست بقى. زن 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 زن. ايه يا سامح؟ حرام عليك يا سامح، الناس بدات تلاحظني واصحابي بداوا ياخدوا بالهم مني. حرام عليك. وانا اعمل لك ايه؟ انا كنت ضربتك على ايدك يا سامح. انت اخدت مني اعز ما املك، ال 250 الف جنيه اللي حيلتي. اديهم لك على الجزمه القديمه. طب انا عايزاهم دلوقتي. هو دلوقتي مفيش غير الجزمه القديمه، لكن فلوس انا خلاص افتقرت وانت عارفه، وجايين هنا عشان ناخد فلوسنا. افتقرت ايه؟ ده شقه عمري، ده انا صوت ولا مالك الناس يا حبيبي. صوتي بقى عشان يعرفوا ان خطيبتي رقاصه. يلا صوتي. ومالها بقى الرقاصه؟ الرقاصه دي اللي انت عايش منها في وسطها. انت بتعايرني؟ وشوية شوية كمان اقسم بالله مش بس هعرفوا مني رقاصة، لا هصوت وعرفوا منك كنت داير تطبلي في الموالد والكباري. وايه؟ كباريهات. كباريهات؟ ده انت بتشمي تحت الكباريهات. مش ينفع كده. افتكر ايام زمان. فاكرة زمان؟ حبيبي تسموحة، بتحبيني قد ايه؟ بحبك قد الدنيا كلها، قد البحر والهواء والسماء والشجر. نتجوز؟ مش هينفع نتجوز. ليه؟ عشان مش معايا فلوس. اديك يا عم. مش قصدها حاجة يا عم. بس اعرف صفة ايه النهاردة انت؟ في ايه مالك؟ اساعدك يا سامح. ايوه بس مش انا اللي واحده ست تساعدني. ليه بس يا سامح؟ ده انا وانت واحد يا حبيبي. مفيش واحد. مش انا اللي اخد فلوس من عرق الستات. انت زعلتي؟ اه خلاص هاخدهم، بس بشرط. ايه؟ تعتبريهم سلف. اوكي يا روحي. يا روحي. إيه؟ مش العربيه بتاعتي باظت؟ اجيب لك عربيه. مش انا اللي اخد فلوس من عربيه. مش انا اللي اخد عربيه من واحده ست. يوم ازرق شنا. تزعلتي؟ اه خلاص اخدها، بس اعتبريهم سلف. هو ايه اللي العربيه؟ تعتبريها سلف. يلا نرجع. اهو افتكرت يعني انا لما خدت مني فلوس. ايوه افتكرت وانا بلف. افتكرت. طب يلا نتنقل نخش.
اخش نشوف اخواتك عملوا ايه في البيت الزفت ده. يلا اتفضلي قدامي. هتخش انت من هنا؟ تعالوا معايا. حاضر ماشي يلا. ايه ده؟ ايه اللي انا سمعته ده؟ ايه اللي انا سمعته ده؟ يعني ايه عايزين ياخدوا الشقة؟ ياخدوها مني ازاي؟ يعني ايه؟ اللي انا سمعته ده حقيقة؟ اللي انا سمعته ده حقيقة؟ انتوا بتضايقوني؟ انتوا معاهم ولا ايه؟ لا، انا اللي سمعته ده مش حقيقة يا وداني اليمين. اللي سمعتيه ده حقيقة يا وداني اليمين؟ مالكيش دعوة انت يا وداني الشمال، عشان انت شمال اصلا. يعني ايه ياخدوا مني البيت؟ انا شقيت وتعبت في البيت دوت. انا لما جيت كان جميل، كان بيبرق، نتنته، خليته خرابة وعفنته. بعد كل ده ياخدوا مني البيت؟ ده على جثتي بيت يا كوارع، بيت يا كوارع. نعم يا معلم. اسمي كوارث مش كوارع. يا ناقصة كوارث يا بنت، مش كفاية الكوارث اللي احنا فيها. خلاص يا معلم معلش، كل سنة وانت طيب. يا رب اجعلها سنة بدعة كريم وصدع اللئيم ومنيلة بستين نيلة على اللي ينكد على الحريم. اوعي شاعرة. الله يخليك شاعرة يا بنت والله. فكرتني بالقصيدة بتاعت الراجل اللي بيقول وغطى العفار النار ولا حد عاد شايف والدبابات بتهل وانا برضو مش خايف. انت بتقول انا كده معلم؟ عيب يا كوارث. بتقول انا كده؟ يا بنت بس يا بنت يا معلم يا بنت بلاش الحركه دي يا بنت. انا ما ناقصه. بقول لك ايه؟ ما هي باظت بسببك، فاضل واحده تطبقيها لنا. ماليش فيه بقى. اتنيلي بقى على عينك. اسمع بقى، عايزه ايه؟ بلاوي الزفت ده بيشحف المنطقه اللي انا بشحف فيها. انت بتشحتي فين يا بنت؟ في العتبه. وانا بنت قلت لك تشحتي في العتبه؟ امال اشحف فين؟ قلت لك روحي اشحتي في باب الخلق. رحت باب الخلق. طب وعملتي ايه؟ خبطت محدش فتح لي. خبطت على ايه؟ باب الخلق. محدش فتح؟ اه. انت عشان غبيه. ليه؟ في ام جرس محطوط فوق. مش في ام جرس محطوط فوق في الباب؟ ايه معلم؟ دول خلق مش هيسمعوا التخبيط والكلام الفاضي ده. البنا اللي غبي بودي الناس اماكن غبيه برضه، هم مش فاهمين حاجه. طب يا معلم بس افهمني. ايه افهمين؟ انا نفسي يبقى لي كيان. طب ما انت كيان اهو يا بنت، عايزه ايه تاني؟ يا معلم كيان يعني بيت واسره وزوج وعيال. طب خلي بالك بقى عشان لو الهيليوم خلص هتلزقي في السقف. يا معلم يا بنت بس يا بنت يا معلم يا بنت بس بلاش الحركه دي. انا مالي مش انت اللي عماله تنفشي في نفسك؟ ما تقعديش تعملي كده. طب طيري فوق. طب بص هسالك سؤال. اسالي. من زمان نفسي اسأله لك. اسالي. انت ايدك اتقطعت ليه؟ ما بلاش بقى، دي قصه حزينه وانا ما بحبش افتكرها. معلش عشان خاطر انا كنت نازل رايح لخطيبتي، فكنت رايح اركب ميكروباص بولاء، فبقول له بولاء يا اسطى خد ايدي ومشي. كان جاي بسرعه منه لله، شقطه ومشي. إيه؟ لا و... اه والله لا، وايدي راحت لخطيبتي. كملت ايه؟ لا حول الله. وراحت خطبت خطيبتي، خطبت واتجوزت خطيبتي ايدي. واكلم ابوها اقول له يا راجل عيب يا راجل عيب، يقول لي احنا كنا طالبين ايدك بس. على معره كلها. معلش يا معلم. مش هسكت. معلش ان شاء الله مش هسكت. طب ورجلك دي اتعوجت ليه يا بت؟ دي انا كنت في حفله لمحمد منير. انا بحب محمد منير قوي، فخرجت من الحفله قلت اقلده عشان افرح صحابي، فبقول فيري وري، فرجلي علقت كده من ساعتها ما رجعتش تاني. انا مش عارف هو عايش ازاي. دي ده هم هم والله. معلش يا معلم معلش. شوف رغم اللي فيك ده كله وبسالك تاني،
مش هتتجوزني؟ ايه؟ مش هتتجوزني؟ لوحدي؟ بص يا معلم، ايه؟ انا المفروض اتجوز واحد مع ان صحتي تجيب اكتر من كده. انت يا بنت صحتك تجيب اكتر من كده، انا صحتي ما تجيبنيش الفرح ده اصلا. والله ما اقدر اجي يا معلم. سيبينا في اللي احنا فيه. ما تنجسنيش يا بنت. بس يا بنت يا معلم، ردي النيله، بقول لك الرجل باظت. كنت عايز ليه؟ ده في مصيبه يا بنت. ايه ده؟ في ناس جايين ياخدوا مننا البيت يا بنت. ده انا تعبت في البيت. يا لهوي. طب وبعدين؟ ايه يا لهوي، هنعمل ايه؟ هنادي الباليه؟ ناديله يمكن يعرفهم ولا شافهم ولا اي زفت. يا باليه باليه، انت فين يا معلم؟ يا معلم انت فين يا معلم؟ انت فين يا معلم؟ يا معلم انت ايه يا عم؟ انت فين؟ انت هتشوفني يعني؟ انت فين؟ انت فين؟ انا واقف جنبك وخلاص يا عم. جمله بدخل بيها، ما تقفش كده. مالك فيه يا عم؟ ما انت ما عارف. تاخدنيش وشي كده بس. مالك يا معلم؟ ايه ده؟ المرتبه دي عايزه تتنجد يا معلم. ايه المرتبه؟ مين دي؟ انا ايه؟ ازيك يا كوارع؟ كوارع ايه يا عم؟ اسمي كوارث. يا شيخه التانيه فيها دهنه بلانين. عامل ايه يا معلم؟ خير؟ انا والله حزين. ليه يا معلم؟ فين يا قد راضي النهارده الاول يا فين؟ صرفته كله يا معلم. صرفته في ايه يا؟ رحت العب بلاي ستيشن على اللي يدفع وخسرت. لعبت بلاي ستيشن ازاي وانت ما بتشوفش؟ لا، ما الدراع كان بطريق برايل يا معلم. ايه ده، انت بتروح المحل ده؟ وبعدين يا عم انا بقول لك خسرت، وانا قلت لك كسبت عشان تقول لي بتلعب ازاي؟ سيبني والنبي. قابلت ناس صعبت عليهم، قالوا لي خد تعالى تعالى تصور معانا اعلان. أيوة. فرحت انا بقى، قلت شافوا فيا موديل هيعملوا اعلان نظارات والجو ده. رحت لقيتهم جايبين اتنين هدومهم مقطعه. واحد الحاج محمد والحاج ابراهيم. أيوة. قالوا الحاج محمد محوش فلوس، ادينا له فلوس كتير. الحاج ابراهيم محوش فلوس، جبنا له بقره عشر. ورجعنا بعد سنه لقينا الحاج محمد اللي اديناه فلوس كتير فلوسه كترت اكتر واكتر، واشترى بقر كتير وبقى عنده مزرعه بقر. والحاج ابراهيم اللي جبنا له بقره عشر مش لاقي ياكل نفسه ولا ياكل البقره، والبقره ماتت وحالته الليله بنيله. راجل مش لاقي ياكل، رايحين يجيبوا له بقره، لقوا بيحملوا مسؤوليه عيالها بقره عشر كمان. راجل بلا استعباط يا راجل. يا راجل دي ناس بتعمل خير يا عم. عايزين يعملوا خير يجيبوا له بقره مخليه ياكلها، ترم عظمه. اللي بقره عشر ولا يكح الراجل. لا حول الله، ناس غريبة. الله، إعلان كان صعب يا معلم. طب أنت بقى قاعد بتحكي، أنت عملت إيه في الإعلان؟ ما أنا البقرة العشر. إيه يا معلم مالك كده مش مركز معايا؟ لا مبروك والله. الله يبارك فيك. خير بقى؟ كنت عمال تنده وتزعق، عايز إيه؟ عايز مصيبة. عايز مصيبة؟ في مصيبة، في خير. مصيبة. لا بص، أنا أعمى بس بسمع، قول كلام يتعقل. بص يا باليا، في ناس جاية تاخد البيت ده. الناس دولت شكلهم فنديه كده. شكلهم فنديه يا باليا. بس دولت ولاد عم اللي رموني زمان، جايين دلوقتي ياخدوا البيت ده بعينهم. عارف احنا نجيب الواد الرابع بتاعنا اسمه ايه؟ الواد بلاوي. ايوه خليكي معايا، نجيب بلاوي ده. تمام. تمام. ونقف وشهم عشان وحدتنا في قوتنا. ايوه احنا وحدتنا في قوتنا، احنا وحدتنا في ان احنا مش رقم واحد، احنا وحدتنا في وحده كل واحد. انت بتعمل اعلان في فودافون يا معلم؟ انا بقول لك نجيبه، قول لي يخلص انده ونخلص نرم الليله. طب يخلص يلا. لا بس لازم نقول للمعلم القرش الاول. ايوه صح، هو بقى المعلم القرش بتاعك اللي قلقان بيه ده. والله انت اصلا معلم كورك. يا ايه؟ انت معلم كورك يعني ما حصلتش ورك كمان؟ كورك يعني حتى بتستخسره في الشتيمه؟ لا حول ولا قوه. والمعلم القرش برقبتك. بقول لك ايه؟ لا برقبتي بلا بتاع، على القرش بتاعك ده انا افرمه. قرش ايه يا بيت؟ هو كان جاي لنا قرش؟ ما كان جاي لنا سمك مكرونه قد كده احنا اللي نفخناه. انت بتقول جاي على المعلم القرش؟ ايوه المعلم القرش. ايوه يا بيت. منور يا معلم قرش. ايه ده؟ اشتغلتك تاني؟ شغلتنا زعبولة والله. مين زعبولة ده؟ يا ابني انت شارب حاجه النهارده ولا ركز. انا باليا. باليا شغلتنا باليا. خدامك باليا. تعال ننده زعبولة بقى. يا زعبولة. يا بلاوي. يا بلاوي. بلاوي. تياترو مصر.
ايوه ادي التواو انا. بس يا دي التواو يا ده، انا مش شحات زيي زيكم، انا نجم هنا وسطكم، انا لسه جايب التصوير. مين يا دي راضي النهارده؟ انت بتشتغلني يا تصوير ايه؟ بص يا ده، انا صوره كلها على علب السجاير. ايه ده؟ ايه ده؟ هو انت ادي اللي على علب السجاير؟ ايوه انا يا حبيبي، انا عمر ما شفت وشك يا. ما بطلعش بوشي، بطلع برجلي بس. ايه ده؟ هي الرجل الملوثه المتخرطه حتت دي المشوهه دي رجلك انت؟ ايوه رجلي يا حبيبي. وياد السجاير بتعمل كده في الرجل فعلا؟ يا ابني انت بتصدق؟ وانا لو بشرب سيجاره برجلي هيحصل فيها كده اصلا؟ دي دعايه يا ده، عشان انت تشرب سجاير عادي. انا رايق وصحيح، انت لو بتشربها برجله مش هيحصل لها فعلا كده، حاجه غريبه جدا. طب بقول لك ايه يا ايه؟ طب والراجل ابو كمامه ده مين؟ ده خالي حسن. طب واللي نص وشه محروق ده مين؟ ده انت يا حبيبي، انت هتستقبل، ما انت جيت معايا يوم التصوير ايام ما كان نص وشي محروق، بس سافرت لندن وعملت عملية تجميل ورجعت زي الفل اهو الحمد لله جان زي الاول. هو انت كده عملت العملية؟ ايوه. ونجحت؟ لا هي هم قالوا لي ان هي فشلت، بس انا كنت صارف فقلت افرح وخلاص. بس مش هروح لندن وارجع حزين. يمكن ياد يا بلاوي، يعني انت بتكسب من الشغلانه دي؟ طبعا يا حبيبي، انا ما بروحش اشحت، انا بقف كده جنب اي سوبر ماركت واستنى الزبون وهو داخل، اقول له يا باشا انا ما بشحتش، اشتري بس علبه السجاير اللي عليها رجلي واقسم انا والشركه في الاخر. يا ولا يا ولا، ذكاء. وجهه نظر تحترم. وجهه نظر ايه يعني؟ انت التناكه دي كلها اللي انت فيها عشان طالع برجلك على علب السجاير؟ امال انا اقول ايه اللي جالي تصوير 5 حلقات في مسلسل؟ مسلسل ايه ده؟ مسلسل الجوع. اه والله كانوا عايزين انا والمعلم. لا انا مستحيل امثل في المسلسل ده. ليه؟ عشان انا راجل مؤمن والجوع كافر. دايما تفهمنا بايمانك والله يا معلم، وانا كمان مش همثل في المسلسل ده. يا عم بيقول لك المسلسل فيه مطاردات وانا راجل كفيف ومش فايق للحاجات دي. لا حول ولا قوه الا بالله. طب ليه يا ابني ليه؟ طب ما انا ممكن اعمل لك العمليه وتفتح وتمثل. بجد والله؟ اه والله العظيم. خليني اشوف. طبعا. طب ما تعملها لي. اعمل ايه؟ خليه تشوف ايه؟ في ايه؟ انا عايزه كده مش شاف حاجه، احنا بنكسب من وراه ايش ده؟ يا عم انت بتصدق؟ انا هعمل له عمليه ونقفش الفلوس بس اللي هو مش شايفها ديت، ولا هننجح ولا اي حاجه. طيب يلا يلا. والنبي نفسي اشوفكم، حاسس لما اشوفكم هحبكم. طبعا هتحبنا، ده احنا احلى اتنين في مصر. انا والواد اللي قدامك ده اطول شاب في مصر. بجد والله؟ شعر اخضر وعينيه زرقاء ووشه لبني و... هو عروسه لعبه؟ ايه اللي شعر اخضر؟ تقول ايه؟ والله مهلبيه واقفه قدامك. والله ما احلى من معلم. انا؟ اه والله. انت عارف حسين فهمي؟ اه. ما يجيش في حلاوتي حاجه. والله شوقتني ليك يا معلم. ده انت بجد ده طويل قوي. يوه فوق. ابعد زي ما تبعد لفوق. امال ليه صوته جاي لي من تحت؟ لانه بيكلمك من التواضع. ما بيكلمكش من عظمته، لو كلمك من العظمة هينفخك. طبعا خلي بالك الواد ده بيشم الهوا الاول. يا سلام. شم هو الهوا الاول، نروح هنا نشم هوا مشموم بقى. ايه ده؟ بيقول ايه ده؟ والله شارب. اعمل لي العمليه. اعمل لك بس 10 جنيه ايه ده؟ ب 10 جنيه بس؟ ثمن الشاش والله. بجد؟ لا خد 20 واعمل لي لوز بالمره. يلا ده الطب رخص قوي. ماشي يا مسهل يا رب. يلا اصحى فتح عينك، اصحى دي العين عليك، غمضت العمر كله خدت ايه؟ غمضت العمر كله خدت ايه؟ انت رافض تشوف ولا مغمضها خوف؟ ها مش سامع؟ مش سامع؟ ايه ده؟ سامع ايه؟ ايه ده؟ ايه الاشكال دي؟ انتوا حسين فهمي ومصطفى فهمي؟ يا رب ارجع اعمى تاني، يا رب ابواب السما تكون مفتوحه. طلعت مفتوحه. ايه؟ تعبيط يا انت، هتزوننا ولا ايه؟ انت مش قلت ان انت هتكمل مفتح؟ ايوه صح. شكلنا شاربين سوا كلنا. انا سخنت بس في اللعبة، انا اسف. لا ما انت ما تعرفناش. ماشي هكمل ايه؟ هكمل مفتح عم اشوف الخلق الحلوه دي. ايوه بس بقول لكم ايه؟ ان دلوقتي ولاد عمي جايين يقلبوا البيت. واحنا عايزين المعلم القرش هو اللي يقف قصاده. خلاص يبقى ندي المعلم القرش هو اللي يتصرف. ماشي يا معلم قرش. يا معلم قرش. يا معلم قرش. يا معلم قرش. في ايد منك ليها يا
يا عاد مين اللي عامل الدوشه دي؟ يا عاد منك ليه يا معلم دلوقتي؟ بس في مشكله، بقول بس يا معلم في مشكله. بس يا انا ما دام ما جيت ما حدش يتكلم. يا ما في مصيبه. بس يا انا مش قلت ايه؟ بس يا شحاته لمت ولا ايه؟ في الايراد، الايراد بيخس ليه يا بنت؟ الايراد بيخس وانت بتتخانق يا بنت؟ في الايراد انتوا بتشحتوا ازاي؟ اقعد منك ليه ليها؟ انا ليا طريقه وليا اسلوب. ليك اسلوب؟ اه. اسلوب ايه اللي بتشحت بيه ده؟ انا ارخم على الزبون واخد منه اللي انا عايزه. اكن انا زبون، ورينا ترخم عليها ازاي. والنبي يا عم هات جنيه يا عم، هات والنبي جنيه يا عم. الله هات ربنا سهل. والنبي هات جنيه يا عم، والنبي يا عم. الله هات ربنا سهل لك. والنبي هات جنيه يا عم، والنبي يا عم هات جنيه. يلا يلا اتكى على الله. والنبي هات جنيه يا عم، والنبي. والنبي يا عم هات جنيه. ايه الرخامه دي؟ اه النبي هات جنيه، والنبي. يلا اتكى على الله. والنبي هات جنيه، والنبي يا عم، والنبي يا عم. يا الله هات مفيش فلوس يا النبي. والنبي يا عم يا الله اتك على الله. هات جنيه والنبي يا عم اديك حاجة. النبي يا عم هات جنيه والنبي اتك على الله. الله اتك على الله يا هات جنيه والنبي يا عم. تاريخ مقاول الواد ده. يلا اتك على الله. النبي هات جنيه يا عم. خد يا خد جنيه يا عم. والنبي يا عم يلا هات جنيه تاني. والنبي يا عم ايه الواد الرخم؟ هات يا عم اديله يا عم السكرين اهو. ربنا يخليهم لك يا رب، ربنا يخليهم لك يا بنت، ربنا يخلي لك الست يا رب. النبي يا عم تعالى ده انا هلم بيك كتير. نبي الواد الغلبان ده والنبي. نبي يا سيدي وديتيها فين يا بنت؟ ليه فين؟ اهو يا سلام. ربنا عايز ايه تاني؟ عايز اصوره معايا هما بياكلوني. والنبي يا بطل رخامة. هات جنيه يا عم تاني. استنى نشوف الراجل بيكح ده. فين يا عم؟ الله المنتج ما بيقبضناش. هات جنيه تاني يا عم. خلاص غور يا ما انا لميت لك فلوس اهو. هات جنيه تاني يا عم والنبي. ده رخم قوي. خد يا خد اللي في جيبي كله اهو. يلا هات الموبايل والنبي يا عم. يا بطل رخامة. عايز الموبايل يا عم. خد يا هات الموبايل. النبي يا عم هات الموبايل. يلا اتك على الله. هات البلطة عشان الباب. حلوة الطريقة دي. حلوة يا معلم. تقعد تلم من الناس وترخم عليهم ما لازم يدوك. حلوة. ايوة عشان هو كده. اه انت من تل... وايه ده الحلو برضو المنظر. اه. وفين ايدك يا؟ ايه؟ حلو برضو ده. ايوه. وعامل اعرج وبتاع. لا مش اعرج ولا حاجه، بس كل ده لزوم الشغل يا معلم. جدع يا. ايوه جدع. الله ينور عليك. يلا اتكل على الله. ايش حتى انا عايز الايراد يزيد. اه ما هو هيزيد ان شاء الله. يلا يلا الله يحرق الايراد ويحرق. خد تعال هنا. تعال تعال. بتبرطم بتقول ايه وانت خارج؟ انا ما برطمتش قلت حاجه. برطمت يا ابدا يا معلم. طب اتكى على الله. ما احنا كنا هنمشي. قلت تعال تعال. سمعتك المره دي. ما قلتش حاجه يا معلم. ده الواد ده. الواد ده؟ ايوه. طب وامشي اتكى على الله. ماشي. ايه ايه؟ حلو صاحبك اهو بيشحك. وانت بنت بتشحت ازاي بنت؟ ايوه معلم انا ما بروحش الزبون لوحده، لازم زبون وزبونه مع بعض يكونوا في العربيه. اه واشحب بقى منهم. الهي ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يكرمكم وتتجوزوا وتخلفوا عيال كتير. ايه مش هتتجوزها؟ الهي ربنا يكرمك وتطلع المقطم وتلاقيه فاضي يا رب. الهي يا رب تلاقوا مكان فاضي ورا مصنع الكراسي.
وبليز الاداب يبعد عنكم يا رب، ما يكونش في سكتكم ده يلسع فيكم يا رب بحق جاه النبي. طب افرض البنت اللي معاه دي طلعت اخته؟ ربنا يخلي لك اختك يا رب، يا رب اختك ما تطلعش المقطم ولا تروح ورا مصنع الكراسي، ولو راحت بوليس الاداب يقابلها كده في وشها، ولا يتعمل فيها اللي انت بتعمله بنات الناس. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اله دولع كشفت راسه واتجهت عليك. الله ينور عليك يا بنت، تقعدي تقولي تقولي لغايه ما يسقفوا. الله ينور جدع يا بنت، يلا اتكل على الله، خد الجلابيه وروح اشحاتي يلا. ماشي يا معلم. حلو يا بنت. وانت انا بقى طريقتي مختلفه على كل الناس دي. بتشحت ازاي انا باخد معايا قرد يتنطط للناس، الم القرشين واروح. اخر مره واخد القرد الناس سقفت لي، انا لم الفلوس وهربت. لميت الفلوس وهربت صحيح ياض؟ وربنا معنا. لا لا مش هو، كان قرد تاني يا معلم. حلوه الطريقه دي يا. وانت بتشحت ازاي؟ انا الوحيد يا معلم اللي بستخدم اسلوبك. انا احب تلامذتي يستخدموا اسلوبي. ازاي انا بخش كده على الزبون وهو قاعد واقول والله العظيم انا مش شحات، انا محفظتي بس اتسرقت في الاوتوبيس، اديني 10 جنيه عشان ارجع بلدنا بنها واخد ال 10 جنيه وافنى. حلوه الطريقه دي. حلوه ايه؟ انا قلت اطول المسافه يمكن اخد فلوس اكتر، دخلت على الزبون قلت له اقسم بالله العظيم انا مش شحات، والله العظيم محفظتي اتسرقت في الاوتوبيس، هات 30 جنيه عشان ارجع بلدنا اسوان. قال لي اركب. اركب انا رايح اسوان. والله سابني هناك لوحدي. سابك في اسوان ياض؟ والله راجع حبش. يا ساتر، بس حلو الطريقه زباله اللي انا علمتها لك دي، بلاش. ما نعمل ايه؟ انا اعلمكم طريقه جديده للشحاته زي اوروبا. ايه يا معلم؟ اوروبا الشحات بيقف بكرامته كده، ها، وتلاقيه ماسك اكورديون عمال بيعزف، واخد بالك؟ ماسك مثلا جيتار عمال بيضرب عليه كده يعني. وكده اكورديون؟ يعني كده جيتار يا عم فوق. يحط البرنيت على الارض، الناس تيجي تحط له الحسنه يتكل على الله. حلوه قوي الطريقه دي يا معلم، انا اروح اجربها. يلا يلا بينا، احلى الطريقه دي. وانت كنت عايزني في ايه؟ سوى العيال التانيه. اسمعنا يا معلم بقى، دلوقتي قرايب الواد بيليا دول جم هنا وعايزين ياخدوا البيت بتاعنا. يعني ياخدوا البيت بتاعنا؟ البيت ده انا شقيان وتعبان فيه طول عمري، يجوا ياخدوه؟ البيت ده بتاعي وعندي ما يثبت ان البيت ده بتاعي، وما تسالنيش ايه هو ما يثبت عشان ما عنديش ما يثبت. يا احنا بقى عندنا ما يثبت ان هو بتاعنا. ها؟ عندنا ما يثبت. اهلا. احنا جايين ناخد البيت ده ونمشي على طول. تاخد البيت وتمشي؟ ده طلع عبيط يا بيت اللي تاخده وتمشي. قصدي يعني هنهد البيت عليه ونبني بيت جديد. ما ينفعش تهدوا البيت لو عايزين الحق بقى. انا قريت الورق بتاع سالم قريبكم ده، البيت جدكم هو اللي بنيه. لكن الارض ملك الحكومه، لو البيت اتهد الارض هتروح للحكومه، لان جدكو كان واخد الارض حق انتفاع. حق انتفاع ايه ده؟ احنا كده رحنا في داهيه. خلاص ولا يهمكم، اقعد منك ليها. انا شغالكم معانا هنا. شغلنا ايه ان شاء الله هنا؟ ايه اللي شغلكم مع الرجاله تشتغلوا معاه؟ اشتغل انا ايه هنا يعني؟ اشتغل ايه؟ اشتغل شحاتين. مش احسن ما تشحتوا؟ ايه ده، انا بجيب لكم شغلانه محترمه. انت ايه؟ يلا علموهم الشحاته والبنت اللي لابسه امريكاني دي، وقفوها في شارع الهرم. ها يلا. حاضر يا معلم، ما تقلقش. خد ياض انت وهو. يا احنا نعلمكم الشحاته ماشي؟ اسكت. بص انا اسكت. تعالى هنا هنعلمكم الشحاته. هنعلمكم الشحاته باسلوبنا احنا، اسلوب جديد. هنعمل فيلم العفاريت بتاع استاذ عمرو دياب والاستاذه مديحه كامل، فاكرينه؟ ايوه. اللي كان فيه الكتعه والحاجات دي. أيوة. خلاص هتخش جوه التمثيل، اللي هيثبت نفسه كشحات هو اللي هيكمل معانا. خلاص يلا جهزوا. يلا حرام حرام يموت ضحكة بريئة وشفايف الإنسانية. حرام يعني إيه الكتعة تيجي قبل العين؟ إيه التهريج ده؟ يا عبقرينه الزفت.
يا معلمة ازيك يا معلمة؟ ازيك يا معلمة يا كتعة يا معلمة؟ اتأخرت ليه يا؟ وانا جاي محاضرة. ايه اللي اتأخرت ليه؟ انت بترد عليا؟ بس ايه ده انت وانا اسد هتقعدي تعملي كده؟ ولا يا معلمة؟ فين ايراد البودرة يا؟ بودرة ايه ما انت خدتيها يا معلمة انت بتنسي؟ اه صح. طب بص خد كيس البودرة ده، عارف هتعمل بيه ايه؟ ايه كريمة لباني؟ ما انا مش عارف. افلاك حاضر. ما انا عارفه اروح اوزعه على الزباين عشان يشموا المدمنين بقى. تمام ماشي يا معلمه. فين بيليا ولوزه؟ بيليا ولوزه هنا يا معلمه. يا بيليا يا لوزه، يا بيليا يا لوزه. هم هم معلمه. بستكي 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 ناو شوكولاته جيرسي واكل الجو. ايه فرتكه فرتكه على الطبله وعلى السكسكه. ايه ده انا نسيت البس الباروكه. ازيك يا معلمة؟ يعني ايه المشكلة في الباروكة وده ما فيهوش مشكلة؟ معلش هو الشكل مقرف اصلا. ايه ده ايه ده؟ فنكمل على اساس ان بنت. يلا يا لوزة يا لوزة. ايه ظهر ده؟ خذ حط له البودرة دي في وشه. ايه ده؟ ممكن يبقى اي كلام. ازيك يا معلمة؟ بقول لك ايه يا بيليا؟ ايه؟ خدي كيس البودرة ده. لا انا حلوة طبيعي ما بحطش بودرة. ما تضايقونيش. يا معيمه كتعه يا معيمه كتعه. انا عايزه كيس بودي، عايزه كيس بودي، عايزه كيس بودي. تعملي بيه ايه؟ عندي تسيخات والله مسيخه يا ولاد. البت دي تبقى معاكي وانت بتوزعي كيس البودره ده. حاضر حاضر. عشان ما تضايقش. حاضر يا ابله كتعه. سلام يا كتعه. بس تعالي نشحت هنا. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان من هنا بتعدي ماما كريمه نفسها تسلم عليها. ايه ده ماما كريمه اللي بتطلع في التلفزيون؟ ايوه. ايه ده ماما كريمه جايب العيبيه اهي. اهلا يا فندم. ماما كريمة عربية. ركزي عربية. ايه ده؟ دي راك دي راكبة عربية ولا نعامة دي؟ ماما كريمة ماما كريمة. ايه ده؟ انت يا متخلفة. هو اللي راكبة عربيات هوا تدوس على بنات الناس؟ في ايه؟ ايه بحبك يا ماما. حاسبي يا بت وانا ماشية يا بت. وانت كده ماشية؟ ده القرف ده. انا بحبك يا ماما كريمة. ايه ده؟ اتكلمي كده؟ إلهي يا ربي لو ما اديتيني فلوس تتفحمي مكانك وتبقي تبع الكلبة. ايه ده يا بت انت صوتك نبرته حلوة بجد. شكلك يا بت مغنية. اه غنينا حتة كده. اغني لك حتة طرب. ايوه. ليلي خلاص. ايه ايه دي كده على نفسك. ايه دي انت بطلي سفاهة. ايه دي انت مالكيش دعوة اصلا المفروض ما تتكلميش خالص في الفيلم. انا جايبينك عشان صاحبتنا بس يا مام. بس ايه ده يا مام؟ ايه ايه حرف العين ده؟ ابنك عبد الله؟ لا دي عين عضلات. وادي به بنجات. حضرتك متاري حته تانيه في جسمك. احترمي نفسك. احترمي نفسك يا قلة الادب. انت لسه طفله صغيره. خلاص يا عم عم. ايه بتعرفي تنيلي تغني؟ اه بيقولوا. طب سمعي لي حاجه. اسمعك حاجه قديم ولا جديد؟ اي حاجه بتحبيها. حاجه لحضرتك. ما تخلصي. انا طفله المفروض تعملي. طفله ايه؟ ردي على طول خلصي. يدق الباب. حلو صوتك حلو. عم عمي موهبه شابه. هي هي والله العظيم. إيه ساعه الفوياء ما تلومش حد على اللي باع. بس بس ليها لازمه في الفيلم دي؟ دي كلبه ولا ليها لازمه في حاجه. بس خلاص خد من بودره. خد انت العود ده وروح العبه في الاستوديو اول ما اقعد مع ماما كريمه شويه. تعالي تعالي يا لوزه. تعالي ناخد العود ده ونطلع نلعب بيه بره. يلا 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 يا ماما كريمه. مالك في ايه يا عمري؟ مالك انت اللي مالك. ده ايه ده بقى ده؟ ايه يا عمري ده؟ ايه ده جيالك وفي ايه؟ غطي القرف ده. ده انا ما بعملش كده عشان حد والله يا عم. انت بس اللي بعمل معاه الحركات دي والله. انت بحبك يا عم. مش بتحبيني ايه؟ انا عمرو دياب يا ماما. يا عمرو داير داير على البت الصغيره. عجبك قوي الصغيره؟ عجباني ايه يا هبله؟ كبيره حلوه. غطي القرف ده. جري ورا الطفله وسايب العنتيل. معرفش انا يا حبيبي ايه. انا حبيت الزلطه وحبيت الصخره. نفسي احب الهضبه. احترمي نفسك يا سفله. ما نشوف البنت الصغيره. ايه ده؟ دي سرقت العود بتاعه وجريت. البنت الصغيره ايه؟ دي طلعت حراميه. ما انا جايبها من اشاره. وانا جايبها منين؟
يعني ايه؟ يعني مش جايبها لك يعني من مدرسة، جايبها لك من اشارة. ماليش دعوة، انا عايز دلوقتي تيجي دلوقتي حالا باليا. عندي فكرة يا عمرو. ايه؟ بس انت بس خليك معايا انا كده. ايه؟ خليك معايا انا. ابعدي. خليك معايا انا، هنفعك اكتر من البيت. عايزة ايه؟ انا احلى منها، ما تركزش معايا، دي سمرة شبه. احترمي نفسك، انا عايز البيت تيجي دلوقتي. بص يا عمرو، عندي فكرة جهنمية. ايه هي؟ انا بعمل برنامج اسمه ماما كريمة. بتعشقه البت الصغيرة دي، بتعشقه موت. تمام. هجيبك في الفيلم تطلع تغني اغنية تشرح فيها. تقول عودي يا بيليا. فاهم؟ تشرح فيها بحيث انها تفهم وترجع. تمام. تمام؟ عارف الفيلم؟ عارف. عارف الفيلم؟ اقعدي اقعدي، الله يخرب بيتك. اتفضلي، ده برنامج. انا بس عايزك تركز معايا. ترمي نفسك، احنا على الهوا. يلا قبل كاتعة تغلينا التلفزيون نتفرج على برنامج ماما كريمة. ماشي. يلا يلا يلا. يلا. ودلوقتي معانا ومعاكم في برنامج ماما كريمة الموهبة الجديدة عمرو دياب. ايه؟ موهبة. ده عبيطه، موهبة جديدة ايه؟ امال انت ايه؟ الفنان العظيم عمرو دياب الجميل اللي النهارده هيبدع معانا في الحلقة وهيغني لنا أغنية تعود يا بيليا عشان بيليا تفهم وترجع. شو ده؟ هتكشف فينا؟ اسكتي خلاص. يلا يا عم. كان يا مكان، كان يا مكان، كان يا مكان، كان كان يا مكان، بنتي مفيش كده اوحش منها، بنتي مفيش كده اوحش منها، راحت عند امنا الغوله غصبنا عنها، غصبنا عنها، راحت بليا زي الهبله للجزار، والام الغوله بتاكلها ليل ونهار. عودي يا بليا. يلا يا بليا. عودي يا سفلة. يلا يا زفتة. عودي يا جسمة. يلا يا كلبة. يا بنت خلاص، فرح امك هو خلاص. ما فهمنا، مش فاهمة. عم عمي عمال يقول يلا عودي يا بليا. يلا نروح. يلا نروح له. ازيك يا عم عم؟ ساعة عمال اقول عود يا بليا، عود يا بليا، انا عايز العود بتاعي. ايه ده؟ ده طلع عارفني مصلحة، ده طلع مش عايزني اقعد له، عايز العود. ايه ده؟ مبروك على الواد يا عم عامي. هو ده اللي انت عامل عليه قلق. ايوه يلا. كان يا مكان، كان كان يا مكان، كان يا مكان، كان كان يا مكان، وارجع تاني واقول لك خلاص. يا ولية ايه اللي خلاص؟ بتموتي في السفالة ليه؟ ايه هو ده؟ مش انت اللي عامله الفرح؟ ما انت اللي عامله الفرح، ما انت اللي عامله. ما انا عامل ايه؟ انا مش ماشيه معاكي في ايه؟ يعملوا العامله ويجي يقولوا ما عملناهاش. مش تلاقي لها يا بيت. انت هتقول يلا غوري تنيلي. طب هلبس ده عشان الجو تلج. اهدي يا ماما كريمه. يلا ادي وعيها كده. ايه ده؟ خد يا عم. ايه؟ خلص، اخلص. ايه؟ اخلص انت يا ماما كريمة. افتكر انت يا ماما كريمة. انت ايه بتزعقي فينا وانت الغلطانة؟ عايزين ايه؟ الكلام عندك انت، اقسم بالله. فلا ابن اللي قلعتني مالته وخلاص. خلاص. يا عم بس افتكر. انا حاسة ان البت دي بنتي. بجد؟ لا يا رب. ساعة بتفتكري؟ حاسة انها تطلع بنتي. يا رب ما طلعت بنتها دي، مشيها بطال دي. يا رب يا رب اطلع بنتها، انا بموت في السفالة. بس بس يا بنت التوية، انتوا متربين عند مين؟ عند الابلة كتعة. من وانتوا صغيرين؟ احنا لسه صغيرين. اه صح. خلاص يبقى نروح لماما الكتعة وهي اللي هتقول لنا مين فيهم بنتك. يلا يا عم احترمي نفسك. يلا بينا. يلا 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 يا عم. يلا يلا يا ولدي، وارجع تاني واقول لك ايه. قول يا كتعة. شمندي. شمندك. ايه يا حبيبي؟ ايه يا حاجة؟ فين الإيراد بتاع النهاردة؟ لا يا روحي، مالكش عندي إيراد. ماليش عندك إيراد ازاي؟ زي السكر في الشاي يا قلبي، انت مجنون؟ يا بنت اللمضة اللي هبطت عليكي فجأة دي. مالكش عندي إيراد الا بحاجة واحدة بس. ايه؟ تتجوزني. ايه القرف ده؟ طب كلمني، فهمني،
كلمني كلم كلم كلمني فهمني فاهم فاهم فهمني. وحط امك بلاش الحاجات دي عشان بخاف. دور على ميتك تسخ. ميتي اللي تسخ؟ لا انت فاكراني كده عادي. لا انت اللي جبتي لنفسك يا قطعه. تمام ولا مش تمام؟ خدي مسلكي باسنانك. كنت عامل حسابها يا قطعه. يا نهار اسود القطعه اتقتلت. تعالى بسرعه. اتقتلت صح؟ اتقتلت باين. سمعت صوت ضرب النار؟ سمعت وسميت الريحه كمان. قتلت صح؟ اه مقتوله بقى. ايه ده لسه فيها الروح؟ ايه بقول لك انت فيك الروح لسه؟ يا ترد عليك. بصي لي هنا. بصي اعملي حاجه حلوه قبل ما تموتي. قولي لي الفستان ده لما جابوا لك البت مخطوفه كانت انهي كلبه فيهم لابساه؟ عشان هتطلع بنتي دي ولا دي؟ تمام انطقي انطقي. انت هترجعي في وشي القرف ده؟ شاوري. انا مش عايزك تتكلمي طالما في حاجه في الحنجره مش مهمه. شاوري لي بس ليني دي ولا دي. ايوه ها. ايه ده لا فوق. مش عايزك تموت. هتقتليها. ما تموتيش دلوقتي. ما تموتيش. شاوري شاوري يا بنت. ها ايه نازله الجيزه ولا ايه؟ راح الجيزه. اني واحده فيهم عمرو دياب هو اللي بنتي؟ مش ممكن. ماما ماما ايه ده؟ امال احنا اولاد مين في القصه دي؟ احنا شكلنا اولاد مدحت شلبي. وحشني يا عمرو يا بنتي. والله يا عمرو يا بنتي. وانت كمان يا مامي. ربنا انا كنت اغلط معاك. الحمد لله ربنا ستر. غنينا حاجة حلوة بقى بمناسبة المناسبة دي. شوقنا أكتر. شوقنا شوقنا أكتر. شوقنا شوقنا أكتر. اشتقنا هي تفكر بحر الشوق. نحنا عينيها يا حبيبي. ايه اللي بيحصل ده؟ شوقنا أكتر. ايه ده؟ المعلم جايبين نسوان عندنا في الوكر ولا ايه؟ اوعى يا دمي. اوعى اتفرجني. ايه السيكان دي؟ إيه اتنين خله انت مين يا ولية؟ انا ما بكشفش على رجاله. يعني ما بتكشيش من فوق وكشفه تحت؟ انت مين يا ولية؟ رد عليا. انا مش انا. انت مين بدل ما اخشلك جوه الخيمه؟ هو ده اللي بتعلموهم الشحاته؟ والله كنا بنعلمهم بس هم اللي فاشلين. انتوا بتعلموهم العبط يا واضح ان انتوا مش نافعين معانا في الشحاته. انا اقول لكم حاجه، البيت ده بما ان احنا مش عارفين نهده. ها ايوه انت مش مركز. مركز بالمصحف. البيت ده بما اننا مش عارفين نهده. أيوة. يبقى نحوله للوكاندا. لوكاندا ازاي؟ ايوه لوكاندا يا عم. معناش فلوس. اتصرفوا. طب ايه نستلف من اي حد من اصحابنا؟ اوكي ماشي. لا تستلفوا ايه؟ هتستلفوا من اي حد هيجي يشارككم ان هو في اللوكاندا؟ ما ينفعش. محكه جلدك اللي محكه. محدش هيهرش لك يا انت. اهرش بنفسك لنفسك يا عشان كده من نفسكم مع الرجاله بتوعنا نوضب البيت وننضفه ونظبطه. ها ويبقى لوكاندا كسر الدنيا. موافقين؟ موافقين. يلا بينا. يلا معلم.
لبن وتمر هندي ملح رطب ويوسف فندي الكل بيهرفض كلام والحل لو عاوزينه عندي أنا نفسي أكون راجل مشهور عندي عمارات وفلل وقصور وأحسب في البنك بنزين في التانك وبنات تعكسنا أحلام من الحور أنا نفسي أكون بطل روماني أقتل وحوش في الثلاث ثواني والناس تشوفني فاشق طبيعي تتهتل ويعملوا لي مهرجانات أغاني وأنا نفسي أكون ملكة جمال ويحبني رجالة جمال ما يكونش في ينور رجالة الله ينور تسلم ايديكوا ايوه هو كده الف 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 شكر كده بقت لوكاندا زي الفل ايوه معايا مش فاضل غير ان احنا نجيب شويه زباين دولك تجيبهم ازاي محدش يسمع اللوكاندا دي اطلع هذا محطه القطر زي الفيلم بتاع لوكاندا المندره لوكاندا المندره ها وامسك جرس وقعد نادي وهات زباين يعني اخطفهم من محطه على هنا اتصرف هذا انا عايز الفندق ده يشغي زباين ماشي يا معلم ثواني ويشغي وانتوا كل واحد فيكم هيشتغل شغلانه عندنا اهو في اللوكاندا تشتغل ايه انا هقف على الريسبشن انا تقف فين على الريسبشن على الريسبشن ايوه دي حاجه معروفه اول فندق على طول يعني انت عارف الريسبشن الريسبشن ده عارفك ايوه طبعا خلاص روح اقف عنده انا على الريسبشن حلو وانت هذا تشتغل ايه انا هعمل كلاب الحراسه اللي في الفندق
كلاب الحراسة لطة ما عدمك فيها كلب واحد يا خلاص اعمل كلب الحراسة اللي في الفندق شمشم اي حد داخل الفندق وعضه حاضر يا معلم وانت تعمل ايه؟ انا هربي الكلب ده لا شغلانة سهلة عندك شغلانة تانية بتفهم في ايه؟ انا بفهم في حسابات حلو يبقى انت هتمسك الحسابات بتاعت الفندق يا ماشي يا معلم يلا اتكل على كل واحد يروح مكان وانت تشتغل يا بيت انا هشتغل بتاع مشاز بتاعت ايه؟ مشاز مشاز ازاي يا اجيب الزبون قدامي وارميه كده وافضل اقرص وايه واقرص وايه انت شغال عند فطاطري كده يا بيت الزبون اللي هتلفيه فوق بفرد له جسم لا انت لو هتفردي جسم وتسيبي جسم مفروض كده ومش بايدك كلها بصبع واحد ماشي يا معلم عايزين نفطس الزباين ماشي انت تؤمر يا معلم وانت هذا الشغل ايه انا بقى ابقى مسؤول عن كل الاطفال اللي هتيجي الفندق برضك اطفال انت بتفهم في الشغل بتفهم طبعا اي زبون يجي معاه اطفال انت تقعد تلاعب الاطفال على ما الزبون يقعد في الاوضه اقعد العب مع العيال الصغيره جدع يا وانت انا هقف بصفاره على البسين اي عيل يفوت غلطه فوت اجيبه على طول هتشتغل اسمها غطاس بسين اطفال حاضر يا معلم غطاس بسين اطفال اي عيل صغير يغرق تقوم واخده من رجليه وخبطه على وشه ها بس ده مش وش انت اكيد كنت عايل وضربت وفاه يلا اتكل على الله حاضر يا معلم حلو كده كل واحد عرف شغلته انت تشتغل ايه حسابات حسابات وانت تشتغل ايه الريسبشن وانت اطفال وانت بسين او حسابات ريسبشن اطفال بسين او ماشي خلاص عارفين انا عايز المحق عايز الفندق يشغل ماشي يا معلم يا جماعه يا جماعه خطفت زبون من على المحطه دخلوا يلا اتفضل يا معلم السلام عليكم ازيكم جميعا السلام عليكم ايه ده انت حاطط فيها منديل دي ولا ايه فاضيه ايه رايك في الفندق هو ده هيلتون رمسيس هو ده هيلتون وانا رمسيس بس يا رب تلاقي اوضه فاضيه للدرجه دي المكان ده مزدحم يعني لا والله للدرجه دي انا كذاب بس ما تاخدش بالك ما تاخدش بالك يا ريكس شمه يا ريكس اثبت ريحته وحشه قوي ايه ده ده قال لي ريحته وحشه لا لا قال ايه ده كلب ما بيتكلمش كلب ريحته وحشه قوي والله قال ريحته وحشه قوي ده صوت ضميرك انت حاسس ريحتك معفنه ضميرك بيقول لك استحمى بس ايه يا استاذ اللي انت ما تجيش تقرفنا خش بس على الريسبشن خش يلا وانا اروح اجيب زبون تاني ماشي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك الحمد لله عامل ايه اسم حضرتك معاك رامي ريسبشن اهلا وسهلا اهلا وسهلا ازيك حضرتك انا كنت عايز اتفضل اقعد انا هفضل باصص لك كده ولا تفضل واقف لي يا استاذ انا اتفضل يا فندم اقعد ايه يعني احنا ما تتفضل تقعد ونتكلم ايه ما توقفليش كده ايه يا فندم ما يساعدش ان انت تكلمني وانت واقف خلاص ما انا قعدت اهو اتفضل يا فندم حضرتك انا كنت عايز اعمل تشيك ان ايه عايز اعمل تشيك ان بانيه ولا كريسبي بانيه ولا عايز اعمل تشيك ان ايوه ما انا سمعتها ايوه تشيك ان ايوه بانيه ولا كريسبي لا تشيك ان عادي لا ايوه ايه اللي لا ايوه ايوه بانيه يعني ولا كريسبي يعني ما انا بسالك وانا لا بانيه ولا كريسبي عايز اعمل تشيك ان ماشي ما انا عارف تشيك ان ايوه بانيه ولا كريسبي فراخ مش فراخ فراخ ايه عايز ايه عايز ماجتس عايزة ماجتس يعني ماجتس ايه انت نجيب بصمات مطحون ونقلب الفرخه فيه قلب يا جماعه انا عايز حد بيفهم عايز حد بيفهم حضرتك شكلك غريب بقى انا عايز غريب حد... انت كنت انت اللي مش عارف انجليش وانا اللي مش عارف اتكلم انت مش عارف انجليش انت مش عارف انت بتقول ايه عايز اعمل تشيك كنت ايه كنت لغه تانية؟ كنت لغه تانية في الثانويه انت الماني ولا فرنش الماني ولا فرنش امال ايه انت عارف انجليش ليه يا حبيبي انا بقول لحضرتك ليه يا حبيبي مش عارف انجليش انا مش عارف انجليش تشيكن مش عارف انجليش ليه انا اللي مش عارف زباين ايه اللي مش عارف انجليش دي احنا فندق انا عايز حد فندق انترناشونال فندق انترناشونال فندق يا حبيبي لازم تبقى جاي عارف انجليش كويس انت يا عم انت بتقول ايه راجل غريب جدا لا عارف انجليش ولا عارف هو بيقول ايه ما يقولش ايه انت ما بتفهمش في الريسبشن حاجه ازاي يعني ايه اللي ازاي انت بتفهم في الريسبشن انا بفهم في الريسبشن طب تعال انا امسك مكانك طب انت بتفهم في الحسابات طبعا طب تعال اقعد يلا يا ريكس
الراجل ده غريب جدا. مساء الخير. مساء النور. ممكن بطاقه حضرتك عشان نعمل تشيك ان؟ عادي يعني. ايوه عادي يا فندم، بطاقه. اتفضل. شكرا. ممكن حضرتك تسيب مبلغ في الحسابات وبعد كده نشوف هنعمل ايه. مفيش مشاكل ان شاء الله. مفيش مشاكل. طيب فين الحسابات؟ الحسابات؟ أيوة. عند الكلب يا فندم. اتفضل. السلام عليكم. يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله. اسم حضرتك؟ معاك خالد حسابات. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ انا تمام الحمد لله. تمام. تمام الحمد تمام لله. تمام الحمد لله. حضرتك انا. طب اتفضل اقعد يا ابني. وانا ايه يا ابني؟ في ايه؟ عادي يا ابني، انا مش لسه معلمك الاصول هناك؟ انت منين يا ابني؟ من انهي منطقه ما فيهاش اصول انت؟ انا مش لسه معلمك. اتفضل تقعد لما تتكلم مع بني ادمين. ادينا قعدنا. اتفضل اقعد. قعدت دلوقتي. أيوه. قالوا لي اسيب فلوس في الحسابات. سيبها يا حبيبي، سيبها ما تقلقش. ما هو انا سيبها كام بقى؟ سيبها. ايوه ما انا هسيبها كام؟ 2 مليون جنيه. نعم. ما انا والله سايب الكلب عليه يا جماعه. بيقول لي 2 مليون جنيه. ما انا قلت حاجه غريبه. مش فلوس دي ولا انا قلت حاجه غريبه؟ 2 مليون جنيه في اوضه ليه؟ ليه ايه؟ الله. بس ثانيه واحده، ثانيه واحده. انت عايز ايه؟ انت بتقول له ايه؟ بقول له ايه؟ بقول له 2 مليون جنيه. معترض ليه؟ 2 مليون جنيه ليه؟ عشان نفتح النهارده ونكسب ونقفل في نفس اليوم. هو يوم واحد الفندق ما يطولش. احنا فاتحين عربيه فول. يلا يا ابني يلا يلا. انت مش فاهم. يلا يا ريكس. خليك انت كده ولا انت فاهم حاجه. يمسك انت الاطفال مكاني وانا همسك الحسابات. ايه يا جماعه الراجل ده؟ ده راجل غريب قوي. معلش يا فندم، احنا اسفين جدا. احنا اسفين والله، احنا اسفين. عايز اعمل دلوقتي، عايز ادفع فلوس. تمام. حضرتك هتسيب لنا حاجه تحت الحساب والباقي فوق الحساب ان شاء الله. مفيش مشاكل. كنت عايز اسال سؤال. اتفضل حضرتك. عايز اعمل حمام. عايز حمام؟ احنا فندق 5 نجوم يا فندم. ثانيه واحده، ثانيه واحده حضرتك، ثانيه واحده. يلا هنعمل بيبي فين؟ هنعمل بيبي في البوتي. ايه يا استاذ؟ يلا هوبا نطي في البوتي. هوبا نطي نطي كلبه. يلا نطي في البوتي. نطي فين يا استاذ؟ نطي هوبا نطي. انا هعمل حمام في دي؟ ما انا بعمل في دي عادي. لا انت تعمل، انا ماليش علاقه. انا دلوقتي كان معايا اطفال. عايز اجيب لهم بس تذكرتين لو في ملاهي او حاجه. في كل حاجه هنا حضرتك. حضرتك مسؤول الاطفال هناك عند مسؤول الاطفال. عند الكلب. السلام عليكم يا ابني الثعالب. بجاوب ناو. السلام عليكم. جاب له كتر السلام. ايه اللي معرفه ده؟ احنا معرفه خير يعني. مش عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ انت اسم حضرتك ايه؟ انا معاك سعيد ملاهي. عرفني؟ المهم حضرتك انا كنت عايز. اقعد يا ابني. ما تقعد يا حبيبي. هو انت في حاجه يا ابني في دماغك؟ هتتفضل تقعد يا ابني. انت واقف ليه يا ابني؟ ليه تعب نفسك؟ تعبت تدي كف على كف. هو انا شغال عندك؟ اي ما سمح الله ما قلناش كده. بس يعني حضرتك جست غريب قوي. انت جست غريب. انا والله. المهم عايز تذكرتين. ايوه للتوتال. وانا مكتوب على اورتي التذاكر يعني ولا مكتوب على شايف واقف بكشك يعني؟ هم قالوا لي اجي عندك. لابس دوبي انا؟ لابس دوبي واقف بفرق تذاكر؟ والله هم قالوا لي اجي عندك. لا انت مش انت ما انتش فاهم حاجه. انا انت حضرتك ما انتش تفهم اي حاجه. انت لو بتفهم حاجه ما كنتش عملت الحاجات دي. لكن انت ما انتش عارف حاجه. انا انت في حاجه في مخك. لا لا عقلك ده مستحيل يكون فيه مخ. والله انا لازم امشي يا اخوان. مستحيل عقلك ده يبقى فيه مخ. مخك لو فيه عقل مستحيل. ايه ده؟ ايه جوه فيه ايه؟ حلبسه؟ كم مره تيجي اقول لك اقعد وانت اهو؟ كم مره؟ كتير حضرتك. انا ابوك يا ابني. انا ابوك. عايز تذكرتين. معناش يا عم تذاكر واحنا بتوع تذاكر. هو بيكلمني كده ليه اصلا؟ بكلمك ازاي؟ هو بيكلمني كده ليه؟ بكلمك ايه؟ هو ده الكمساري بتاعكم؟ ماله ده؟ معلش اسفين اسفين. خلاص يا متعدد الاسامي انت. خلاص خلاص فيها تطفش الزبون يا عم. راجل غريب يا عم مش فاهم. عايز معلش خلاص. انت بتفهم في الملاهي؟ تعال انا هفهم في الملاهي وانت اقف على الزفت البسين. تعال يلا يا ريكس. يلا ده
بالراحه هتلف وهتجيني. معلش معلش هو طيب والله هو طيب معلش ما زعلتش منه. عايز ايه؟ والله طيب عايز تذكرتين الزفت للملاهي. طب يا فندم هنجد لحضرتك تذكرتين زفت ملاهي وفي اوبشن كمان اضافي هننزل ولاد حضرتك البسين الصبح. ايه ده في بسين هنا؟ اه والله في بسين يا فندم وفي مسؤول مخصوص للبسين. فين حضرتك شايف الكلب؟ ايوه هو الكلب اللي جنبه. أوه. السلام عليكم. راو 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 يا شريك سيبه سيبه يا ريكس سيبه. اروح قلت له السلام عليكم. قلت له هيلف ويجيني. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي. اتعرف بحضرتك؟ معاك عطيه مجلات. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ الله يخرب بيتك يا اخي. انت هتجيب الاف ايه؟ انت مش عارف بيبيع ايه؟ هتجيب الاف ايه حرام عليك. حضرتك مسؤول البسين هنا؟ ايوه. طيب انا كنت عايز انزل. ايه؟ عايز ايه؟ عايز الطفل. طب ما تقعد يا ابني واد يا ابني. يا انا عايز افهم بيكلمني ليه وهو واقف؟ ما احنا بنقعد ما بيحصلش حاجه. انا بقعد عشان اريحك عشان اريحك. اهو حضرتك مسؤول البسين يا ابني. والله انا بريحك. انا عاوز ايه؟ اتفضل. يعني انت مسؤول البسين؟ ايوه انا مسؤول البسين. طيب دلوقتي انا ابني هيجي. ايوه عايز انزله البسين. من كام لكام؟ من 6 ل 9. ايه فتره الكلب؟ يعني انا هنزل ابني مع الكلب؟ ما هو انت براحتك يعني ما خليش الكلب يلعب عشان انت يعني تتبسط. لا 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 لازم امشي من ايه المكان ده. لا ايه ده حرام عليك. اسفين ما صدقني ايه المشيه اللي انت ابوك لواء ولا ايه؟ ايه القومه دي؟ انت ابوك لواء؟ انتوا اتجننتوا. بس فجاه يا عم بكبرياء قوي كده في ايه يا ده؟ انا خلي الكلب ولا كاتش 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 ولا كاتش كادر في القالولو كاتش كادر في القالولو كم عدتنا زباين عرة زباين عرة. ده انت اللي عرة وام وماشي. يا عم يا عم وقت شغلتك تطفش الزباين ده؟ احنا ما صدقنا جبنا زبون يا ده. الناس مش عارفة تشتغل حاجة ان شاء الله. هم اللي مش عارفين. ده انت عمال تلف على الاوتيل كله يا معلم. يا ايه ده؟ انتوا عملتوا ايه في الزبون اللي كان هنا؟ ماشي خالع بنطلونه في الشارع وعمال يقول لا مش انا يا حبيبي مش انا. ما فيش لنا الزبون اللي حليتنا ده دماغه قف. بس انا جبت واحد غيره. جدع يا واحد بقى شكله معلم وابن ناس. طب نديله. اتفضل يا باشا انا اللي هتصرف معاه. السلام عليكم. هروح انا بقى. اهلا وسهلا سعاده الباشا. سيادتك ده اللوكاندا اللي هتقعد فيها ونتمنى لكم مقامه سعيده ان شاء الله. ايه ده ايه ده؟ انت بتعمل لي اكن زبون. انا مش زبون. مال حضرتك مين؟ اكبر مستثمر في الشرق الاوسط. انا اللي هخلي مصر كلها تتكلم عن المكان ده. ازاي ازاي ايه؟ مصر كلها تتكلم عن المكان ده. مش ده فندق؟ ايوه فندق. السياح هيجوا هنا ولا مش هيجوا؟ هيجوا ان شاء الله. يبقى عشان لما يجوا في ايه؟ انت لابس الحزام يدف الركبه ولا ايه؟ اكبر مستثمر ايه والحزام ما هو لازم اكبر مستثمر يلبس اكبر حزام. انت جاي تظبطه على المقص اهو. السياح هيجوا المكان ده ولا مش هيجوا المكان ده؟ هيجوا ان شاء الله. يبقى لازم نسمع الكلام. حاضر. هنقول ايه بقى؟ السياح لما يجوا لازم نشربهم حمص الشام، ناكلهم ذره، نركبهم جمال. في جمال هنا؟ في جمال. مش في جمال اب؟ انا جمل. انا جمل اب. ور البيت. اهو جمل اهو. والله حلو ده. في حيوانات تانية هنا ولا مفيش؟ عندنا كل حاجة. كفاية! يا ده انت احسن واحد بتعمل حيوانات.
عندنا كل حاجة سيادتك تؤمر واحنا عنينا ليك. الأمر لله، احنا أهم حاجة نعمل حفلة كبيرة قوي، والحفلة دي تتصور في التلفزيون وتنزل على النت والناس كلها تشوفها فتعجب بالمكان فتيجي فنصرف. يعني احنا نعمل حفلة ونزعها في التلفزيون وعلى الانترنت الناس يشوف اللوكان ده يقولنا. حلوة الفكرة دي. هو ده بقى اللي هيسوق لنا للفندق. حلو. خلاص يا رجالة نعمل حفلة. احنا عندنا مشكلة واحدة بس. ايه؟ احنا معناش فلوس للحفلة دي. طيب ايه المشكلة يعني؟ ولا يهمكم، ما حكى كلتك اللي خالتك. ها؟ يعني احنا اهم حاجة انا هدفع من جنيه لمليون جنيه، احنا شحاتين وبنشحت وزي الفل. هصرف زي ما اصرف، بس بعد كده الفندق ده ما يجيب فلوس بالنص. متفقين؟ متفقين. خش على الحفلة. يلا. سعيد على كل صاحب والمدام، كل سنة وانت طيب، سعيد وفيد مفيش كلام.